السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من ملعب اون تايم. كولر النهاردة عمل مؤتمر يدرس، مؤتمر للتاريخ، ما قل ودل في السهل كده البسيط خالص، ولكن ادى اجابات نارية. انا قبل كده حصل موقف مع حسين الشحات، وحصل حسين الشحات اتنرفز في الملعب، قام له سامي قمصان، قال لك ان حسين الشحات مسك في سامي قمصان، خناقة عركة، الحق اقفش امسك، باظت الدنيا. القصه دي حقيقيه؟ لا مش حقيقيه. طب ايه اللي حصل؟ تاني يوم لقينا حسين الشحات وسامي قمصان حضن كده وبتاع، ويعني جايبه من رقبته كده وماشيين يهزروا في التمرين وبتاع. فالناس قعدت تعلق لي وتقول لي وانت عايز تقنعنا ان اتنين امبارح كانوا بيتخانقوا في الماتش النهارده بيهزروا في التمرين؟ يا جماعه هو عم سيف انت بتطلع تقول لنا كلام امبارح وكلام تاني النهارده، انت عايز تقنعنا بحاجه غير الصوره؟ يعني حاجة غير الصورة؟ سيبكوا مني أنا خالص، يعني سيبكوا مني أنا، في الآخر بقول الحقيقة وبستنى في يوم من الأيام، في وقت، في يوم، في اتنين، في شهر، في اتنين، ألقط حاجة ربنا يعوضني بيها وأقول إن أنا كنت ماشي صح. أنتوا تقتنعوا بكلام مين في الشغلانة دي؟ كولر هو أسطى الشغلانة، عم الشغلانة، صح كده؟ نسمع عليه. اللعيب اللي ما بيلعبش من 11 بيبقى زعلان، واللعيب اللي بيطلع من الماتش برضه بيبقى زعلان. انا لازم افكر في مصلحه الفرقه اولا واخيرا، وده اللعيبه شافت ان انا مصلحه الفرقه وعمري ما بفكر في مصالح شخصيه، مصلحه الفرقه وبس. فده حسن الامور والدنيا مشيت كويس. وعلى فكره برضه احيانا الاعلام بيبالغ شويه، يعني هي بتبقى مشاعر طبيعيه احيانا بعد الماتش، ليها علاقه بطبيعه اللاعب المصري او الانسان المصري ان هو عنده عاطفي شويه، فبتبقى مشاعر بتخرج بعد المباراه بزعل شويه او كده، لكن تاني يوم الموضوع بيخلص وبنضحك مع بعض وبنسلم على بعض والدنيا بتعدي ونبدا من اول وجديد، واللعيب بيبدا ان هو يفكر في فرصته الجايه، والموضوع بيتنسي. لكن هي الناس ساعات بتكبر وتبالغ الامور، لكن الامور بتبقى اسهل من كده. ده كولر بقى، عشان اما اقول لكم قال كده تصدقوني، اما اقول لكم مصدر مقرب، اما اقول لكم قابلته في اوتيل او فندق اقامته تبقوا تقتنع. هو ده كلامه اهو، بالليل حاجه والصبح حاجه تانيه. قفشه ومروان، حد هيلعب بكره؟ حد هيبتدي بكره؟ وجهه نظرهم ايه؟ نسمع. دي الصور كلها بتاعت المباراه اللي تدل ان كل اللي الكابتن سامي قمصان ماشي فيه مع حسين شحات اهدى 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 لحد ما وصلوا التمرين النهارده. في التمرين النهارده كان حسين هادي. ادي الصوره بقى، ايه تكمله الخناقه، اخدوا براوليه كده تحت ايديه وقال له ايه يا عم اهدى بقى، ما توجعش دماغنا وما توجعش قلبنا، واخدوا الصوره دي علشان طبعا يقولوا للناس يا جماعه والله ما في حاجه، يا جماعه ما فيش حاجه. انا قلت اللي كولر قاله اهو، ما فيش اي مشكله.